قال القائد الميداني في المقاومة الشعبية اليمنية إبراهيم الجعفري إن الجيش والمقاومة يؤمنان حاليا المدخل الجنوبي لتعز بعدما أعلنا فكا جزئيا للحصار الذي كانت تفرضه جماعة الحوثيين وقوات المخلوع لعبد الله صالح، في حين تواصل قوات الجيش اليمني تمشيط سلاسل جبلية استراتيجية سيطرت عليها أمس لقطع الإمدادات عن قوات صالح الموجودة في المنطقة الغربية من مديرية نهم. فوهات بنادق ودبابات الشرعية اليمنية تتجه الآن إلى شرق مدينة تعز بعد تمكنها من فك الحصار جزئيا عن الجهة الغربية، وبعد تأمين المداخل الرئيسة والمرتفعات في هذه المنطقة تتجه الأنظار لفتح الخط الرئيس المسمى بخط الضباب الذي يربط تعز بمدينة عدن، وهو مقدمة لاستعادة السيطرة على المدينة بالكامل. وتحقيقا لهذا الهدف أفادت مصادر عسكرية بوصول تعزيزات من معظم فصائل المقاومة الشعبية والجيش الوطني إلى تعز. من جهتها كثفت طائرات التحالف العربي غاراتها الجوية على مواقع الحوثيين في المنطقة، وتمكنت من إعطاب 4 آليات بينها مدرعة، كما شن التحالف عدة غارات على مواقع الحوثيين في محافظة الجوف. ميدانيا أيضا تتواصل الاشتباكات العنيفة بين الجيش الوطني اليمني والمقاومة مع الحوثيين والقوات الموالية للمخلوع صالح في منطقة نهم شرق صنعاء، وفر عشرات من الحوثيين وقوات صالح من الجبال التي أعلن الجيش الوطني سيطرته عليها بعد أن كثف قصفه لمواقعهم. مصادر بالمقاومة والجيش قالوا إنهم مصرون على تنفيذ أهداف مراحل التحرير والسيطرة الكاملة على مديرية نهم، مما سيمهد الطريق للدخول إلى مديرية بني الحارث التي تقع في الشمال الشرقي للعاصمة صنعاء. معي من عمان الدكتور عصام الملكاوي، أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية في جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. مساء الخير، أهلا بك معنا دكتور عصام. فيما يتعلق بالميدانيات، وصول تعزيزات مهمة، وموضوع بالتالي كيف ستؤثر في تحرير المدينة اللي هو الهدف الأكبر الذي تسعى إليه اليوم القوات الشرعية، وأبرز تحديات في هذه المرحلة اليوم قبل أن نتحدث عن مقابل هذا الحراك السياسي أيضا. يعني في الواقع النظر إلى معركة تعز قد تكون بالنسبة إلى المقاومة والجيش الوطني اليمني أعتقد أنها هي معركة مصيرية، على اعتبار أن الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح هي التي تريد أن تجعل من تعز وحصار مدينة تعز عبارة عن انتقام لهؤلاء السكان المدنيين الذين قاموا أول ما قاموا بالثورة ضد نظام الرئيس المخلوع، عندما كان ذلك في بداية الثورة على نظام الرئيس علي عبد الله صالح. وبالتالي شكلت هذه الحركة الوطنية لسكان تعز بالنسبة للرئيس المخلوع وحلفائه من ميليشيا الحوثيين عملية استعصاء للحل السياسي على ما يسمى بمصطلح الانتقام ممن كانوا هم شعلة الحراك الوطني اليمني للتخلص من حكم الرئيس المخلوع، وبالتالي حاول أن يشدد عليهم الحصار. ولكن نقول أيضا بالمعنى السياسي والعسكري أن تعز من الداخل محررة ولكنها من الخارج محاصرة ومحكمة السيطرة، وما قامت به قوات المقاومة والجيش الوطني اليمني بفك الحصار من خلال المحور الغربي لمدينة تعز مما يعني أنه تم فتح طريق رئيسي هو طريق أو ممر أو محور الضباب الذي يصل عدن إلى تعز، وبالتالي هذه حركة استراتيجية مهمة جدا، لأن المقاومة استطاعت من خلالها أن تتنفس الصعداء، وأن المقاومة داخل مدينة تعز أصبح تصلها الإمدادات. لكن المفروض كما قمت بالسؤال التالي أن هنالك ضغوطات كبيرة، تحديات دون تحديات، نعم تقف حائلا دون الإسراع في إنجاز هذا التحرير. وهي باختصار لو سمحت،
باختصار وهي أولا المحافظة على المدنيين الموجودين نعم. في الداخل، إضافة إلى إيصال المساعدات الإنسانية. صحيح، وخاصة أنه في أيضا موضوع زرع الألغام وما إلى هنالك الذي أيضا نعم. تتبعه ميليشيات الحوثية. سؤال أخير، اليمن اليوم هي على طاولة نقاش في حراك سياسي مقابل كل هذه التطورات الميدانية، نقاش خليجية بريطانية أمريكية بجدة، ما المتوقع وكيف ستنعكس التطورات الميدانية هذه على هذا الحراك السياسي؟ يعني أنا كنت أقول دائما أنه لابد أن يكون الحراك السياسي والسير العمليات في المسارح القتالية في اليمن سائرة بالتوازي، على اعتبار أن الحوثيين وعلي عبد الله صالح نتيجة الممارسات التي شاهدناها خلال تلك المدة الطويلة من اندلاع القتال مع قوات الرئيس المخلوع والميليشيا الحوثي أبدت وبدت وبشكل واضح أنهم فقط هم يلعبوا في الوقت ولا يجد أو يقدم أي مبادرة حقيقية لإنجاح عملية السلام، وليس ذلك أدل عما حصل في الكويت. ولذلك أنا أقول لابد أن تستمر العمليات القتالية على جميع الجبهات بمختلف جبهات المحاور القتال في اليمن دون هوادة، مع إبقاء الطريق ممهد للمباحثات السياسية، على اعتبار أن ذلك يشكل أيضا ضاغطا وعاملا أمام القوى الدولية. لكن أيضا لابد من القول أن القوات المحادثات الدولية التي تجري في المملكة العربية السعودية لابد أن يكون هنالك أن هنالك قرار دولي 2016، لماذا لا يؤخذ هذا بعين الاعتبار على أساس أن احترام الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح لهذا القرار هو احترام الشرعية الدولية؟ ولكن إذا وجد الشرعية الدولية أن علي عبد الله صالح والحوثيين لا يحترموا هذا القرار، يجب أن يكون هنالك أيضا صحيح. تعاون دولي، وعدم احترام القرار يعني كان واضحا منذ فترة، والتعنت حسب الشواهد يعني على الأرض. أنا أشكرك جزيلا من عمان دكتور عصام ملكاوي، أستاذ العلوم السياسية والاستراتيجية بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.